عند السيد عمرو. نفرشلك الارض رام رمل ايه يا ابو غفر؟ قول ورد ياسمين تمر حلة اجيب لك ايه يا شربات خشاف اذبح لك عجل. ابوك يرد علينا البيت. ابوك يعرف
الشط وناخد حريه. لا يا ولاد لا، اخرج من غير اذنه، ده حتى وابوك غايب، لازم تعملي حسابه اكبر من كده. ده انا عمري حتى ما خرجت الا رجلي على رجلي. ايوه وراكبه عربيه حمراء. طب انا بيتهيألي انك لو خرجتي لوحدك يعني لو مشيتي خطوتين محدش شايفك. وانا مش كبير، جيب لي نومه لو اجيب لي نفسيه من حاجه. وده يا نانا الحمد لله على السلامة يا سسان. إلهي ما يرقت لك جبت الأرض. وإيه اللي مرقاتك يا أمين؟ أصل الحكاية يا سسيد رجل. مالها؟ رجلي متعورة. متعورة؟ متعورة من إيه؟ أصل الحكاية يا سسيد انطعي. السوارس صدمتني. سوارس؟ قمت لبيت وأنا راجعة المقطع حصل. يعني خلاص يا أمينة؟ أيوة يا سيد. يعني بتستغفليني وتخرجي من غير أمر؟ أبدا يا سيد، ده أول مرة وحياة الحسين يا سيد. اخراسي. يعني ما تزحلقتش من السلم ها؟ اخرس تبوع. لما تخفي وتقدري تمشي على رجليكي تلمي هدومك وعلمك. حلفتك بالحسين يا سي السيد. اول مره يا سي السيد سامحني المره دي بس يا سي السيد. اصلا ما خلفتش رجاله. اول ما خلفتش رجاله. والله يا اخوانا انا ضميري بيأنبني عشان ما مشيناش في المظاهرة. الليلة هنحتفل بالافراج عن سعد عند زبيدة. المنكر اهو سبوني. السلام عليكم. على السلام. دماء المسلم ودماء المسيحي. دماء المسلم ودماء المسيحي. لا بل دماء المصري. يحيى الهلال سعد الخليل. في ربنا يلهمك الصبر. اخونا المجاهد فهمي استشهد في المظاهره. فهمي ابني؟ ايوه ابنك مصطفى. ابنك معاه 13 شهيد وهيخرجوا مع بعض بكره الساعه 3. وابني ما يخرجش من بيته. سيبوني اشوف. ده مش ابنك انت لوحدك، ده ابن مصر كلها. فإن دماءه الطاهرة كانت وقودا للشعب، أمدته بالقوة والإصرار على مواصلة الكفاح حتى يحقق كل الأهداف.